يا جماعه ما عايزه اقول لكم على حاجه، المدى عامر امين طلع وقال ان انا تم طرد المهرجان. يا حرام، هو مش عارف يعمل ايه من ساعه ما قدمت فيه دلاله، وانا بقول له انا هشحططك في المحاكم غير الحاجات اللي انا هقولها. ماشي، انت بس متضايق من كده. انا احب اقول لك حمرا، انا في المهرجان شالوا لي على كفوف الراحه. احب اقول لك جمله اخيره، يا تامر يا امين البس عشان خيرني. بس خلاص يلا. ودلوقتي شايفين عبد السما بياخد لقاء مع النجم السما المصري وعلى الهواء. اسامة صورتولك فين؟ عارفني خميس. قالوا واحد عامل زوم هنا عارفني خميس. قالوا